دقيقة حداد كانت على وفاة المرحوم الحكم الدولي السابق نهاد محرم. بداية أحداث الشوط الأول، النادي الأهلي هيكون على يمين حضراتكم ونادي المصري هيكون على يسار الشاشة. نادي المصري النهاردة بادئ بتشكيلة بتضم جورجوا، بيلعب بليبرو محمد الحديدي رقم 19، قدامه اثنين مساكين رامي عادل 21 ومحمد حافظ 5، على اليمين في أحمد فوزي وعلى اليسار في أحمد شديد قناوي، بينما اثنين ارتكاز أكوتي منسا ومحمد عاشور الأدم، قدامهم على طول بلاي ميكر أو لاعب تحت الاثنين رؤوس حربة وجيه عبد العظيم، وفي الأمام في حسام عبد المنعم وأحمد جلال. كل التمنيات ان شاء الله ان احنا نستمتع بقى دايما لقاءات المصري امام النادي الاهلي في اخر ربع قرن الحقيقه فيها نديه فيها اضافه ممتازه. 42 هدف بالنسبه للاهلي في مرمى نادي المصري و20 هدف الحقيقه كانت محصله اهداف النادي المصري في مرمى النادي الاهلي، او 12 هدف تحديدا في اخر 25 سنه جمعت الفريقين. ترجع على طول لصالح الاهلي، سيد معوض، الابقاء على جيلبرتو النهارده على مقاعد البدلاء، الى حسام عاشور يلف على كورته ويدور حسام، يسلم على طول تاني لسيد معوض، يحاول يضغط ويضغط على اثنين لعيبه من النادي المصري. ترجع كابتن النادي الاهلي رقم 34 في مشواره على فكره، بالنسبه لامير عبد الحميد في اخر 10 سنين كان اخر ثلاث حراس الحقيقه حملوا احلام النادي الاهلي. طبعا سبت البطل اللي طبعا احنا يعني دايما بنذكر الحقيقه في الذكرى الرابعه بالنسبه له، ثابت البطل واحمد شوبير وعصام الحضري، دول اخر ثلاث حراس الحقيقه يعني حملوا شاره النادي الاهلي. كره طويله اماميه بركات خطيره جدا جوه ال 18 ركله جزاء، جوه ال 18 ركله جزاء، وادي سمير محمود عثمان وانذار، ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. اصغر حكم ادار نهائي كاس مصر سمير محمود عثمان، الحكم اللي وصل عمره الان ل 37 عام، واكوتي منسى وانذار وركله جزاء هنا على اللاعب محمد حافظ. ركله جزاء على محمد حافظ وانذار في صفوف نادي المصري البورسعيد. ادي جماهير النادي الاهلي، خمس القاب للكره المصريه منهم محمد ابو تريكه طبعا افضل لعيب في القاره. ادي الكوره وادي هنا التهور، وادي حكم لقاء على طول بيدي يعني ركله جزاء، بيدي ركله جزاء على نادي المصري البورسعيدي بعد يعني اقتربنا للدقيقه رقم 10 من عمر الشوط الاولاني. ركله جزاء اهلاويه، ادي ركله جزاء محمد بركات اخر لعيب سجل في مرمى نادي المصري البورسعيدي، ركله جزاء للاهلي في اول 10 دقائق يحتسبها حكم اللقاء سمير محمود عثمان. ركله جزاء للاهلي وهو نفسه اللاعب بركات، هل ممكن يسجل زي ما سجل في فبراير عام 2008؟ 20 فبراير كان اخر لقاء لعصام الحضري. الان الاهلي عنده كوره وعنده هدف ضائع، عنده هدف ضائع يضيع ويتالق جورجوا ويطلع الكوره الى ركله ركنيه مره ثانيه. من عمر الشوط الاول يدي ركله ركنيه لصالح الاهلي، لقاء بدا يعني يتفك طلاسمه شويه وبدا الاهلي يصل على مرمى نادي المصري وياخد ركله جزاء ويضيع ركله جزاء محمد بركه. يمسك اللعيبه، ادي جورجوا حارس المرمى في شك طبعا بيلعب دور كبير الحقيقه لما بتلعب امام منافس بقيمه الاهلي وخصوصا خارج ملعب. ركله ركنيه وادي الكره العرضيه خطيره جدا وراسيه ثاني، راسيه ثاني مش ممكن، احمد حسن الى ضربه المرمى. ادي احمد حسن لاعب طبعا اللي شارك في دوري ابطال اوروبا ولعب في الكاس الاتحاد الاوروبي، لعب اهم لقاءاته الحقيقه امام البايرن ميونخ ولعب ايضا امام الريال مدريد، لعيب الحقيقه كان عنده فتره احترافيه ممتازه وبيختم مع نادي بقيمه النادي الاهلي، بيحصل معاه في شهور قليله على لقبين مهمين دوري الابطال وايضا كاس السوبر الافريقيه للمره الرابعه للنادي الاهلي. الى ضربه المرمى ترجع على طول في نص ملعب الاهلي، احمد حسن مقاتل يا جماعه مقاتل، احمد حسن فالكون، انطلاق على طول ثاني الى اللاعب امادو فلافيو. فلافيو مش ظاهر قوي انما لدغاته معروفه طبعا وخصوصا راسياته الحقيقه اللي بدات تكون تريد ماركو على هدف اولاني في مرمى، هدف اول في مرمى نادي المصري يسجله اللاعب محمد حسن. ملوش حظ خالص النهارده الحقيقه، راسيه تخادع حارس المرمى في منتهى القوه وكانه الحقيقه فرد وكانه سترايكر مهم مع النادي الاهلي يسجل، طبعا ما يقصدش خالص يوصل انه يطلعها ركنيه ولكن ياتي الهدف الاول براسيه من خطا للاعب المدافع محمد حافظ لتسكن شباك النادي المصري وتعلن عن اول اهداف اللقاء. شوف الكره العرضيه احمد فتحي اتعملت عرضيه خطيره ولكن الى الهدف الاول هنا لصالح النادي الاهلي. شوف الكره اتعملت عرضيه في منتهى الخطوره طبعا، كانت هتعدي ممكن لاحمد حسن، النهارده مركز عليه قوي الاهلي الحقيقه انه يلعب بالراس كتير احمد حسن، بيعتمد عليها النادي المصري طبعا على اساس الاختراق بالنسبه للاهلي في صعوبه، هيبتدي يعتمد على التصويب من خارج ال 18. شادي محمد يقف في الحيط
اربع خمس لعيبه من الاهلي، وضربه حره مباشره اكوتي مانسا، اكوتي مانسا ياخد الكره لبره ويسدد، ولكن ضعف التقبه الثانيه خطيره خطيره لصالح المصري، ولكن اوفسايد. تخبط الكره وتعمل بانت، وحارس المرمى امين عبد الحميد هنا لاجل حظه طبعا لو عليت كان مسك الهواء بايده وكانت دخلت مرمى. ملهاش حل ثاني طبعا لما تعمل الكره دروب كده وانت مش متوقعها، خلاص ما تقدرش تعمل رياكشن او رده فعل. شوف الكره وخطرتها اكوتي مانسا، برغم ان الكره فيها ضعف شويه، انما الخبطه الاخيره دي بقى هي اللي عملت مشكله الامير عبد الحميد. اوف سايد. ادي تامر دوري اول مباراه في دوري ممتاز كاس الاهلي واسوان لذكرى مع الاهلي. كره طويله اماميه بدون اوف سايد. بركات اوف سايد، بركات اوف سايد، اوف سايد. انما هو باك يا جماعه ما يتمسكش ابدا، حكم المساعد هو اللي مسكه الان، المساعد الثاني السيد وائل مصطفى. بركات متسلل فعلا ممتاز وائل مصطفى، واوف سايد على النادي الاهلي. ادي منو جوزيه، ما بيزعقش المساعد طبعا، ده بيزعق اللعيبه بتاعته لان الكره كان فيها تحرك كده قطري من بركات، وعلى طول في اوف سايد دي. على طول نص ملعب نادي المصري، مصري بيحاول التعادل، نادي الاهلي بيحاول يسقر من اللقاء الاول وبيحاول ان هو يرد الخساره اللي خسرها امام المصري بورسعيدي. حسام عاشور وعاشور الادهم. كره طويله عاليه اماميه مره ثانيه على طول الى فلافيو، يحاول يسلم بركات، يقطع بركات خطيره جدا، الباصه حلوه في توقيت مثالي ممتازه، خطيره احمد حسن، خطيره واحد على ثلاثه على الارض ممتازه، يا ولد لعيب رفع عينه ترسل الى بركات، بركات انما سهله جدا الى حارس المرمى جوجو. حارس المرمى جوجو ادي بدلاء ريكورد على فكره في النقلات 37 نقله في اللقاء الكبير امام الزمالك. الانطلاق على طول اللمسه من سيد معوض، ترجع الكوره تاعته لفلافيو، محطه سند ممتازه، اينو ياخذ القرار، تصويبه حلوه يا ولد، هو ده الكلام. ايوه كده الراجل فوقنا، ايوه كده النادي المصري بورسعيدي. ضربه حره مباشره على طول تلعب عليها الكوره، يطلع تاني دفاع الاهلي، ترجع الكرة لعاشور الادهم، لعيب كورته على او في سرعات، يبحث عاشور، يبحث عن عرضيه حلوه جدا يا ولد، تصويبه لسه فيها خطوره المصري، المصري بيدور على واحد واحد يشعل الشوط الثاني، محاوله تصويبه ولكن ثاني الى ضربه او الركله الركنيه اعتقد. ادي عاشور الادهم، ادي عاشور الادهم. جهاز الماضي بالنسبه للمصري بورسعيدي كان باداره البرنس حسام حسن وابراهيم حسن. الاقاله تمت بعد ما مصر كان عامل مباريات كبيره، بعد كده الكيرف نزل تاني، بعد كده المصري بدا يعمل ماتشات كويسه، وطبعا ده حال الدنيا. محاوله تصويبه قويه ولكن الى ضربه المرمى على الاخير، من كتر ما خرجوا كتير، من كتر ما بقى تبديل الاهلي معروف الحقيقه. لمسه على طول تاني بركات، بركات بكعب القدم يا ولد لعيب، شوف عملها ازاي، شوف عملها في كسر من الثانيه، ولكن خطا على النادي الاهلي. احمد حسن اتكلم النهارده كتير مع الطاقم التحكيم، احمد احمد حسن. التقدم لصالح الاهلي 1-0، وادي رامي عادل، بدات المراقبه، وادي حسام عبد المنعم بيحاول يعمل التغطيه، لاعب 15 محمد الحديدي. احمد حسن موجود على الصوره اهوت، مره ثانيه على طول الى اينو، يسلم الى حسام عاشور، فارقين كتير مع الاهلي طبعا حسام واينو الحقيقه، وهم الاثنين لعيبه بيبقوا فايقين بتوع نص ملعب، يفرق طبعا مع الفرقه بشكل عام. احمد حسن خطيره يا ولد لعيب، يعدي خطيره جدا للاهلي، خطيره بيدور على المسانده، احمد حسن يقف على كورته يا ولد لعيب، شوف وقف فين، شوف وقف فين يا جماعه، وشوف وقف ازاي، خبره كبيره احمد حسن، ينطلق ويعدي كويس، ولكن يلاقيها هنا لحسن الحظ طبعا جوجو. ادي احمد حسام او اللاعب احمد حسن وحسام عبد المنعم، ضغط وقوه، وادي بركه النهارده مش في الحاله، او بركه على تنشيط للناحيه الهجوميه، وجي عبد العظيم في الناحيه الهجوميه دلوقتي مع اللاعب رقم 29 اللاعب احمد جلال. مره ثانيه طويله للمصري، ترجع على طول بركات، واخد تعليمات في الجبهه اليسرى بركات، يخش ويشق لجوه، يعدي بركات، هات خد ثاني فلافيو، حلوه جدا بركات، بركات تصويبه، ولكن تمركز ممتاز من حسام هنا، ممتاز جدا التايمنج في الضغط على ضغط. مباراه تسعه في مشواره، انطلاقه مره اخرى تاعته الى فلافيو، يعدي فلافيو، بدا يكون نشيط لما نزل جيلبرتو، فلافيو بيدور على المساند احمد حسن، بدا يكون اول واحد واقرب واحد خلف فلافيو هو لاعب احمد حسن، جيلبرتو يدور، يدور تصويبه حلوه حلوه، ولكن الى حارس المرمى جوجو، ولكن الى حارس المرمى جوجو. ترجع كرة حسام اتى ليكمل مشوار وتكملة مشوار الراحل ثابت البطل، طيب الذكر دائما الحقيقه في الذكرى الرابعه. انطلاق على طول ثاني فلافيو، يعدي الاهلي اول مره يزيد عدي الاهلي، خطيره جدا ديت، خطيره جدا ديت، ممكن يدلعه في البعيده، ممكن ممكن ممكن، ولكن وحشه جدا الى ضربه المرمى. الانطلاقه حلوه والقرار حلو، والتمويل عليه ضعيف للغايه. النادي المصري بيحضر لتبديل ثاني، لاعب ابراهيم الهلالي هو البديل الثاني مع النادي المصري. كره اماميه خطيره جدا، تحرك وانطلاقه، ولكن في الاخر خطا على النادي الاهلي. هل الاهلي ممكن يدفع باللاعب حسين ياسر؟ خطا على اللاعب احمد علي وانذار، خطا وانذار، بديل اللاعب سيد معوض. هذا احمد حسن
لعيبه طبعا لمنتخب النادي الاهلي في لقاء مهم جدا امام النادي المصري ضمن الاسبوع رقم 17 من عمر هذا الدوري. على طول احمد شديد عرضيه خطيره للمصري، راسيه وطول وقامه، ولكن دايما الاحمر اكثر ودايما الاخضر اقل هجوميا، فصعب جدا التسجيل يتم بهذه الشكل وبهذه النوعيه. تصل على طول ثاني فلافيو، محطه سند ممتازه، يلعب بالباصه خطيره جدا، عندي احساس الاهلي ممكن يسجل، ممكن بركات يلعبها العرضيه، بركات يلعبها خلفيه، هوبا التصويبه، اللمسه حلوه من فلافيو، كنترول ممتاز مع لفه وسط، افضل امتياز الى جيلبرتو، يبحث عن رفيقه وصديقه ورفيقه جيلبرتو، هوبا مش ممكن يا بركات، لا مش فيلت، مش ممكن بركات مش فيلت، خلاص هي في بعض الاوقات اللعيب لما يكون مش في الفورمه، والله لو لعب 190 دقيقه ثاني، مش ممكن خلاص. واقف النهارده شويه مع بركات لانه ضيع ركله جزاء، لما شوف العرضيه بيعملها ازاي جيلبرتو يا جماعه، شوف العرضيه بيعملها ازاي جيلبرتو، ريت تامر صقر يجيبها ديت مع الزملاء الاعزاء او الكباتن الكبار خالد ديوم وكابتن حماده صدر، يرفع الكره كانه بيشيلها ايده ورجله ويلعبها زي ما هو عايز على ده، هو بيدور على الراس الذهبيه السمراء الثانيه. عموما هل لما خرج حسام عاشور نص ملعب الاهلي اتاثر؟ سؤال يفرض. على طول مره اخرى ثاني محاوله للمصر، ولكن كلها على كرات عاليه وحشه جدا، حتى وضعيته في التصويب مش مظبوطه، وضعيته في التصويب مش مظبوط. المصري هو اللي بيدور على التعادل، هو اللي بيبحث عن التعادل. على طول ثاني لصالح الاهلي، ثاني لفلافيو، يحط الكره يا ولد لعيب فلافيو خطيره، هوب التصويب، الهدف ثاني جوجو، الهدف الثاني احمد حسن، هو بيحرجم عليها يا جماعه، وبينه وبين حضراتكم هو عمل مجهود، هو عمل مجهود كبير جدا جدا، والغريب من حد الدقيقه 82 هو في الملعب، انما في الدقيقه 82 يصنع الفارق ويسجل هدف اللي يعطي للنادي الاهلي قيمه كبيره، ويعطي للنادي الاهلي ثلاث نقاط تجعله مره اخرى تانية على مقدمه الدوري المصري. الاهلي عنده لعيبه يا جماعه تصنع الفارق، وده الكلام اللي قلنا لحضراتكم عليه، خلي بال حضراتكم عاوز تقيس فرقه كبيره، اسهب قد ايه ان لعيبه النادي الاهلي الان اصبحت صنعتها هي حظ البطولات، شوف احمد حسن وشوف الانطلاقه وشوف الباص يا جماعه، لا ننسى الباص اطلاقا، هي لمسه سحريه من فلافيو، فلافيو اصبح حق كل كوره وفكر كل كوره، واصبح قيمه كبيره بعد ذلك، بعد الاهداف المشكله، بعد الاهداف عند احمد حسن الان اصبح يعني مشكله، ويسجل النادي الاهلي اللاعب احمد حسن فلك النادي الاهلي وفكر الكره المصريه، واللعيب النهارده الحالي خبرته فرقت كتير جدا في كرات كثيره، ينطلق المصري ثاني من اجل هدف تعديل الاوضاع، هوبا العرضيه الهدف الاول للمصري، سبحان الله سبحان الله، انا قلت لحضراتكم الربع ساعه و13 دقيقه فيها على الاقل مش اقل من هدف، الان ياتي هدفين دفعه واحده، يسجل الاهلي هدف وعلى طول يسجل نادي المصري هدف عن طريق اللاعب رقم 17 ابراهيم الهلالي، هو ده صاحب السيره الشعبيه وهو ده صاحب الكلمه والحدوته في هدف المصري الوحيد في مرمى النادي الاهلي، 2-1 وممكن الدقائق الثمانيه تتغير الدنيا، وممكن الطاوله تتقلب على الاهلي، وممكن الاهلي يسجل هدف ثالث ويخلي الطاوله واوراقها كلها لصالحه بثلاث نقاط مهمين. وبراء شوف بيحط وجه القدم ازاي، عنده ميزه ممتازه حتى تصويب اللاعب المعتز باللعيب، راسيه دفاعيه، المصري اداء افضل في الطيم الثاني، ونفس الحال النادي الاهلي اداء افضل في الطيم الثاني، ممكن نتوقع هدف ثالث، ممكن نتوقع كره ثالثه حمراء، ممكن هي دي، ممكن فلافيو، فلافيو صنعت فيها كتير قوي يا فلافيو. الف مباراه طبعا كمدير فني يلقب بابن مالك في التدريب، ابن مالك صاحب القصيده وصاحب الف بيت من القصيده، ومانو جوزيه بيعد صاحب الالف مباراه، كره عرضيه اهلاويه ولكن في الاخر الكره الى ضربه الجزاء، صاحب برونزيه العالم 2006 في رابطه ال 15 لقب مع النادي الاهلي، هذه المحاوله في الكره العرضيه، ودي الراسيه هنا بالخطا في مرمى طبعا، هدف ده على فكره لعب دور كبير جدا في نتيجه المباراه، وهدف احمد حسن اكيد هيلعب دور كبير جدا في نقاط المباراه، اوقات الدقيقه والدقيقتين اللي سجل فيهم الاهلي وبعد كده سجل فيهم المصري، سمير محمود عثمان اللعيبه النهارده ساعدته كتير، عنده اصرار كبير انه يؤدي مباراه كويسه، ادار اللقاء الحقيقه طوال 93 او 95 دقيقه مجمل المباراه بشكل عام، اعطى قرارات اداريه، المصري والاهلي ساعدوا كتير جدا هذا الحكم في نقطه رقم 94 من مجمل احداث اللقاء بشكل عام، بهذه الصوره احبائي الكرام نترك حضراتكم